عن بطولة كأس الأمم الأوروبية زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت، هي موعد مع المتعة ونشوف فيها مفاجآت كتير. شايفين تأهل رومانيا مثلا أول مجموعة على حساب بلجيكا حاجة، وأوكرانيا بتودع رغم إن عندها 4 نقط، وبنشوف النمسا بأداء قوي جدا وتأهل على مجموعة صعبة جدا فيها فرنسا وفيها هولندا، وبتشوف سويسرا بتقدم أداء كلاسيكي رائع جدا بخلاف المنتخبات اللي عليها علامات استفهام زي إنجلترا مثلا اللي بتقدم أداء متواضع جدا رغم التأهل. بنشوف مثلا منتخب زي هولندا في مهب الريح. هقول لكم كمان على مجموعة أرقام من اليورو، مجموعة أرقام مميزة جدا. تعالى مثلا منتخب أسبانيا أفضل الفرق اللي تأهلت لتمن النهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 ب3 انتصارات معها 9 نقط العلامة الكاملة. كذلك لم تهتز شباك المنتخب الأسباني في الدور الأول بأي هدف، وهو الوحيد الذي نجح في تحقيق هذا، بينما تعد اسكتلندا أسوأ فريق في البطولة بـ1 نقطة، وهي مسألة طبعا اتشاركت فيها مع التشيك المنتخب اللي انا مستغرب له جدا. التشيك فرقة مفروض قوية يعني، وألبانيا وهولندا، لكن ألبانيا وهولندا قدموا ماتشات كويسة لكن مع اختلاف طبعا فرق الأهداف في حالتهم، يعني -5 حاجة غريبة جدا. وكان المنتخب الألماني الأكثر تهديفا بـ8 أهداف، وتاني أكثر المنتخبات تحقيقا للنقاط طبعا بيلعب على أرضه بـ7 نقط من أصل 9 نقط. وبخلاف أسبانيا وألمانيا هناك منتخبات أخرى لم تخسر حتى الآن وتأهلت لتمن النهائي، وهي سويسرا وفرنسا وانجلترا والدنمارك وسلوفينيا. لكن خلونا ننتقل لتفاصيل اكتر عن اليورو مع الناقد الرياضي والمحلل المميز كريم سعيد. اهلا بيك يا كريم معانا على شاشه قناه النادي الاهلي في 7 دي سبورت. مساء الخير يا عبد الرحمن، مساء الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وكل سنه طبعا والجميع طيبين وبخير، وداخلين اهو طبعا على النوك اوت في اليورو. نتمنى طبعا ان احنا نشوف يعني كوره ونشوف فنيات. احنا شايفين كوره ما حصلتش يا كريم، شايفين حاجات عبقريه بصراحه يعني. لا والله بص، طبعا لغايه دلوقتي طبعا اليورو يعني في وجهه نظري الاثاره اكتر من يعني من التاكتكس والكوره وشويه كده، بس طبعا اكيد اكيد مع دخولنا لدور ال 16 واعتقد كمان مع دخول دور الثمانيه، دور الثمانيه في النسخه دي يا عبد الرحمن اعتقد هنشوف 4 لقاءات ناريه ناريه في كل ما تعنيه الكلمه يعني. طيب قول لي كده، ايه اكتر مفاجاه شايفها في المتاهلين للادوار الاقصائيه؟ يعني اكتر منتخب فاجئك ان هو تاهل؟ والله بص طبعا انا اعتقد يعني ممكن يعني منتخب رومانيا بصراحه، يعني ان هو يطلع متصدر في مجموعه بلجيكا يعني اشوفها طبعا ان هي مفاجاه. طبعا منتخب النمسا انه يطلع متصدر على فرنسا وعلى هولندا اعتقد برضه كان احد المفاجات، منتخب النمسا برضه قدم مستوى كويسه. بس عارف والله مجموعه رومانيا دي بتفكرني بمجموعه منتخب مصر في مونديال 90. صح، لو تفتكر مونديال 90 كان برضه 24 منتخب وكانوا برضه 6 مجموعات وبنختار افضل 4 توالد، فالامور برضه كانت صعبه لغايه الجوله الاخيره. بس يعني شيء جيد جدا من المنتخب الروماني ان هو يوصل دي دور ال 16 كمتصدر. بالظبط بالظبط بالظبط، بس طبعا نعمل ان شاء الله ان احنا نتفرج على دور 16 يكون مثير وفنياته احلى من دور المجموعات. طيب عايز اخد رايك بقى في مباريات دور ال 16 ونشوف توقعاتك كمان. انا عايز اعرف المفاجآت هتستمر في دور ال 16 ولا خلاص المفاجآت خلصت في اللي فات؟ انا اليورو بالنسبه لي دايما اكتر فرقه هي الحصان الاسود هي اللي تبقى مرشحه اول للبطوله، انا دايما بحس بكده. تعال نشوف الجداول معانا بتاعت الماتشات اهي. سويسرا وايطاليا تتوقع مين بين سويسرا وايطاليا بعد اداء سويسرا الهايل ده؟ المنتخب السويسري بصراحه قدم دور مجموعات مميز للغايه، بس انا مؤمن تماما ان المنتخب الايطالي يعني شبه النادي الاهلي. خلي بالك منتخب ايطاليا طالع من مجموعه الموت، انا دي كان بالنسبه لي مجموعه الموت. عامه بص عامه انا يعني انا طول عمري بحب ايطاليا بصراحه. ايطاليا فيها حته كده يعني انت بتشوف حتى في النادي الاهلي حتى بنتكلم عليها في السنوات الاخيره، وهي ان ايطاليا في دور المجموعات حاجه وفي النوك اوت حاجه ثانيه. حتى اعتقد كلنا شفنا الفيديو لاحد الاعلاميين الالمان وهو بيتكلم مع دي بيرو وبيطلب منه ان هو يعتذر للجمهور الالماني لما خرجهم من قبل نهائي مونديال 2006. فالناس كلها العالم كله عارف ان ايطاليا وانس ان هي وصلت للنوك اوت بتلعب بسيستم بيبقى صعب على اي منافس ان هو يجاريه، يعني المنتخب الايطالي بيعرف يتاهل يعني بياخد الادوار التاليه دور بدور زي النادي الاهلي. انا وفي انتقادات برضو لسباليتي مدرب ايطاليا، هل انت شايف ان سباليتي مقصر؟ ورغم احنا انا سباليتي ده تابعته كويس قوي وصلاح في روما وهو مدرب ليه حاجات كده بتهب منه ساعات،
ما تفهمهاش، لكن انت بقى شايف النقد اللي متوجه له من الجمهور الايطالي ده في محله؟ والله بص، لا انا بص، اي مدير فني انا بصراحه هديله العذر بتاعه ما عدا واحد الساوث جيت ده الوحيد بصراحه ده لسه هسألك عليه لوحده، ده كنت عايز اسألك عليه لوحده. مش هقدر، اه والله مش هقدر. لا اسباليتي، انا كل الناس والله ممكن اديها مبررات ونتكلم على اجهاد اللاعبين ونتكلم على كل شيء، انما ساوث جيت لا لا لا، ساوث جيت معاه واحده اقوى من اقوى قوائم انجلترا، انا ما شفتش سكواد لانجلترا بالقوه دي من سنوات يعني، رغم تأهلهم بس فعلا الشكل في الملعب وحش جدا، وحش جدا جدا جدا. وكمان يا سبحان الله يعني المنتخب ده بكل امانه كان مرشح بقوه للمونديال الاخير ومرشح بقوه لليورو عامه برضه من حقه. طب مثلا هل جيت ما قدرش يستفيد من بيلينجهام مثلا؟ يعني قول لي كده. لا التوظيف، انا مشكلتي معاه في توظيف اللاعبين، وان هو بيحاول يوجد لنفسه فريم مختلف عن مدربين الانديه. هو مش عايز يتقال ان ساوث جيت لعب باللعيبه زي ما كانوا بيلعبوا مع انديتهم، فبالتالي الصوت يرجع لانديتهم، ودي واضحه جدا جدا بالنسبه لي. مع ان مدرب المنتخب ده كريم، لو انت برضه تتفق معايا، هو مدرب كلاسيكي بياخد فيرود بيلعب في نادي فيرود يلعبه فيرود، او بياخد مدافع بيلعب في نادي مدافع يلعبه. نادرا ما تلاقي مثلا كابتن حسن شحاته لعب احمد فتحي باك رايت وهو ديفندر وكملت، نادرا ما تلاقي الموقف ده. يعني اصلا مش من الذكاء ان انت تيجي تغير مركز لعيب واسلوب لعبه في شهرين وهو بقى له مثلا 10 شهور بيلعب بستايل معين، ده انا بسميه غباء يعني. ده امر مش ذكي خالص من اي مدير فني ان هو يحوله ويعتقد ان اللعيب هينفذ الكلام ده. هو اللعيب في الاخر هيقول له حاضر ليه؟ اللعيب عايز يلعب. صح، ما حدش هيعترض معايا. بس انا خلينا برضه نمشي في سلسله التوقعات، انا امشي ان ايطاليا هتتاهل على حساب سوريا. طيب خلينا نروح بقى المانيا ولا الدنمارك نكمل؟ لا المانيا، المانيا على ارضها طبعا. دي بالنسبه لها اسهل الاختيار. بص في ماتشين سهلين بصراحه يعني، اسبانيا وجورجيا والمانيا والدنمارك، ده دول ماتشين انا شايف طبعا مواجهه. طب انجلترا وسلوفاكيا، انجلترا وسلوفاكيا، سلوفاكيا ممكن تعمل مفاجاه زي اللي عملتها في التاهل، وانجلترا زي احنا لسه بنتكلم. لا صعب صعب صعب، حتى مهارات اللعيبه نفسها في الملعب في فجوه، فاللعيبه نفسها تقدر ان هي تلحق نفسها حتى لو المدير الفني يعني لخبط زي عدل. طيب اسبانيا وجورجيا، انت قلت محسومه لاسبانيا رغم ان انا جورجيا عملت ماتش قدام البرتغال امبارح قوي جدا. لا حلو، لا لا ده الكلام ده يتعمل قدام البرتغال اوكي، انما اسبانيا مش بتمسك الكوره اصلا. ده اسبانيا انا مرشح اسبانيا بصراحه، فريق منظم اول، اكتر فريق منظم في البطوله تقريبا. اسبانيا احلى كوره في اليورو لغايه دلوقتي. دي حقيقه، اسبانيا لغايه دلوقتي هي المرشح الاول للفوز باللقب. طيب فرنسا وبلجيكا؟ فرنسا، بلجيكا في واحده من أسوأ حالاتها، اللعيبه كلها خارج نطاق الخدمه. طب هل المشكله في بلجيكا في المدرب؟ هل مشكلتهم مع المدرب؟ والله بص يعني هو يعني لوكاكو بصراحه رغم وزنه الزايد، هو الجيل كبر عموما، مش لوكاكو بس، هو جيل المنتخب ده كبر شويه. ايوه ممكن طبعا طبعا، المجموعه دي تلعب مع بعض اعتقد من يعني من 2016 اعتقد، يعني بقى لهم حوالي 8 سنين بيلعبوا مع بعض وما حققوش حاجه، رغم ان هم كانوا في وقت من الاوقات احسن منتخب في العالم بس ما حققوش حاجه. لا وصلوا اعتقد وصلوا سيمي فاينل المونديال قبل كده، بس انت بتتكلم برضو ان فريق يعني خلاص يعني واضح ان هو اسلوب لعبه بقى محفوظ. النهارده مجموعته كانت من اسهل المجموعات في اليورو، الفريق مفنش وصيف، فانا اشوف ان لا يا طبعا حظوظ المنتخب الفرنسي لا كبيره طبعا، كبيره جدا جدا على المنتخب. طيب تعالى نخش البرتغال سلوفينيا، ترشح مين في الماتش ده؟ البرتغال طبعا. والله بص عشان اللي بيحبوا كريستيانو ما يزعلوش مني يعني، خلينا ايه نتوقع فوز يعني فوز البرتغال وتاهلهم، لان دي طبعا اخر بطوله لكريستيانو، وكريستيانو طبعا برضو امانه بالامانه والله يعني ما تتوقعوش يعني، انا باللي هو عامله ده بالمحافظه على نفسه بالشيب بتاع جسمه باللياقته دي ما تتوقعوش بصراحه يعني. انت كنت تتوقع انه هيبقى اساسي وبيلعب ماتشات في اليورو السنه دي؟ لا لا ماشي معاك، بس كان ندفع على حاجه برضو، هو رونالدو في الملعب انا يعني خليني اسميها ايه، مبهدل سيستم اللعب. انا هقول لك على حاجه خدت بالي منها من تاني ماتش او من اول ماتش كمان، عقليه رونالدو اللي هو دايما بص على الجون وعايز يجيب جون اتغيرت. انا اول مره اشوف رونالدو بيباصي على عند الجون ويعمل اسيست كده يعني. لا صح، واي لعيب طالع بالكوره من نص الملعب لو تخلي بالك ورونالدو في الملعب عينه عليه. صح يعني هو اصلا غصب عن اللعيبه الثانيه، اللعيبه ده الايكون بتاعهم، فحتى لو في سيستم المدير الفني حاطه هو بيتكسر ازاي؟ بيتكسر بان انا مجبر ان انا باصل رونالدو يعني، انا غصب عني فاهمني. لغايه شوف طبعا رد فعل رونالدو
في مباراه الامس لما تم تغييره شفنا طبعا كان تصرف صعب جدا ان هو، وكان هو المفروض يعني يبقى ما يعملش التصرفات دي كواحد ان هو المفروض النهارده وصل لدرجه بقى ايكون للعيبه اللي معاه، فما يصحش ان هو عمل ده بصراحه. معاك حق. طيب تعال نخش بقى هولندا ورومانيا، وده باداء هولندا ومفاجات رومانيا. نعم. ماتش توقعه صعب. ده ماتش انا اقدر اقول لك عليه 50 50 وبس، برضو ما زلت اشوف ان يعني حظوظ هولندا. خلي بالك هولندا متاهله احسن توالت يعني، فاهم؟ صحيح والله. ودي مفاجاه كبيره ان النمسا تبقى اول وهولندا تالت في مجموعه واحده يعني. صح صح صح، بس برضو الاسماء وبرضو مع اختلاف الخبرات في الفرقتين اشوف هولندا هي الاقرب. وضع الخبرات ان رومانيا برضو ما تاهلتش بفارق نقاط، لا ده الاربع منتخبات متساويين في النقاط، اربع نقاط. طيب تركيا والنمسا، وانا بالنسبه لي ده ماتش برضه توقعه صعب. لا اشوف النمسا. النمسا قدمت كوره ممتازه يعني، النمسا حقيقي بصراحه قدموا مباراتهم قدام هولندا كانت فوق الامتياز، واشوف ان هم كمان يستحقوا بصراحه ان هم يوصلوا لدور ابعد من دور ال 16. طيب توقعاتك بقى للمربع الذهبي، وخصوصا ان في ناحيه من الناحيتين فيها ثلاث اربع منتخبات اي حد فيهم ممكن ياخد، الناحيه بتاعت البرتغال. بص انا سريعا هقول لك انا في وجهه نظري يعني، هقول لك الروت تو ذا كاب لغايه الماتش النهائي واللقب كمان. دور الثمانيه الاربع ماتشات اللي هيتلعبوا اللي انا قلت لك عليهم اربع ماتشات ناريه. ماشي. اسبانيا المانيا، البرتغال فرنسا، هولندا النمسا، وانجلترا ايطاليا. تمام؟ ماشي دي كانت سهله. اللي جاي بقى الاربعه، اسبانيا تكسب المانيا. اسبانيا ايه؟ هتكسب المانيا. اسبانيا تكسب المانيا؟ ماشي دي واقعيه. وفرنسا هتكسب البرتغال. ودي واقعيه برضو. تمام؟ فاسبانيا هتضرب في فرنسا في السيمي فاينل. اسبانيا فرنسا في السيمي فاينل. اسبانيا هتلاعب فرنسا في السيمي فاينل، وانا بقول لك اسبانيا هتكسب. خلي بالك فرنسا لعبت كاسين عالم، وهي كل مره بنقول ده اخر ماتش لفرنسا. يعني انا دي وجهه نظري. وديشامب مدرب انا بقول ان الراجل ده بيعرف يوصل للنهائي كويس قوي. يعني انا بقول لك دي وجهه نظري. على الناحية التانية بقى في الناحية التانية خالص، هولندا هتلاعب النمسا. تمام؟ ده دور الثمانية. النمسا هتكسب. ماشي. النمسا تكسب هولندا. ماشي. وانجلترا هتكسب ايطاليا. وانجلترا انت لسه كنت بتقول ايطاليا زي النادي الاهلي كده من المنتخبات اللي ايوه صح صح صح. لا صح صح صح، بس برضو انجلترا خلي بالك العلامات الاستفهام اللي على المدرب مع التشكيل القوي دوت وما بيعملوش حاجه. ممكن بخبرات لاعبين ممكن، لكن كمدرب صعب. بص انجلترا بالذات، انجلترا بالذات لما تسمعها مني خدها تمني اكتر منه توقع. يعني خدها امنيه شخصيه ليا ان الجيل ده انا الجيل ده انا بحبه، وخصوصا انا بصراحه اتمنى ان فودن يعني يستحق بصراحه اللاعب ده ان هو يحقق انجاز يعني دولي مع منتخب بلاده بصراحه. يعني نتكلم على واحد من افضل. اتفق معاك الحقيقه كريم يعني. ماشي. فانا اشوف ان انجلترا توصل سيمي فاينل مع النمسا، وهنشوف فاينل اسبانيا وانجلترا. شكرا زميلي كريم، واتفق مع معظم كلامك الحقيقه يعني، اتشرفت لنا النهارده في مكالمه كانت مهمه جدا عن اليورو.